الهم. المنافسة كانت جميلة ولكن ملبي هو البطل. تهانينا والناموس هناك لمالك ملبي تهميم بن مطر بن عنودة العامري على هذا الفوز. التوقيت الزمني المرافق له 13 دقيقة 14 ثانية 8 أجزاء من الثانية هو توقيت المركز الأول، بينما أتى بالمركز الثاني هنا هتاف بالمركز الثاني لخليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي. التوقيت الزمني 13 دقيقة 17 ثانية وجزئين من الثانية هو المركز الثاني. ثالثا كان مسبار لمانع بن علي بن حماد الشامسي والتوقيت الزمني 13 دقيقة 18 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. التواصل يستمر أيها المتابعون جميعا في كل مكان، متابعي قناة ياس الرياضية، نسير بانطلاقة شوطنا التاسع ضمن انطلاقات هذا اليوم، ونذكر بالتوقيت الأفضل والأجمل مع جواهر لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي 12 دقيقة 49 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا المانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي صاحبة التوقيت الأفضل والأجمل، وتهانينا لأبو راشد علي بن سعيد الزرعي المضمر والمتابع لجواهر. يأتي شوطنا التاسع، تاسع أشواطي هذا اليوم، وشوطنا التاسع الخاص بالأبكار الثنايا المحليات الأصايل. نسير مع هذه الأسماء مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ونتعرف من خلال هذه المنافسة الرائعة والمميزة هنا مشاهدين الأعزاء نات الأولى والمركز الأول، نتعرف على هذه الصدارة مشاهدين الأعزاء. هذه اللي خذت المركز الأول عنوان المنصور بن أحمد أبو عوان المنصوري يتقدم مع عنوان هي على الصدارة على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز وتقدمت أيضا هناك مشاهدين الأعزاء. هذه الواصلة هي الوسمية لأحمد بن سعيد بن منان الاكتبي يتقدم مع الوسمية على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هذه ندى أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي يأتي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع الطيارة سعيد بن حمد وسلطان بن درويش المنصوري خذت المركز الرابع. المركز الخامس شواهين لناصر بن مبارك بن ناصر القصيلي المنصوري وصل خذ المركز الخامس لحظات، بينما المركز السادس الشاهينية حيي بن محمد بن حيي الهاملي خذ المركز السادس. المركز السابع سمحة خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي خذ المركز السابع. والمركز الثامن إنجاز محمد العتيق بن زيتون المهيري في ثامن المراكز. والمركز التاسع هذه القادمة في تاسع المراكز أيضا تتقدم من خلال تواجدي أيضا هذا الاسم زعفرانة ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. والمركز العاشر وصول من مشكورة أحمد بن سالم بن عبد الله الوهيبي خذ المركز العاشر، وهناك أيضا أسماء قادمة للمنافسة قادمة للتحدي المثير وأيضا المنافسة القوية من خلال هذه أيضا الأسماء المشاركة في هذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول والمقدمة الأولى. هناك الصدارة والمركز الأول تتقدم اللي هي عنوان منصور بن أحمد بو عوان المنصوري، يتقدم بو عوان مع عنوان، عنوان أيضا هذا الشوط هي عنوان، بينما المركز الثاني هناك الوسمية لأحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي يتقدم ويتابع ويراقب هذا الشوط بالعين المجردة، يتواجد لينطلق من خلال هذا الاسم، بينما الطيارة لسعيد بن حمد وسلطان بن درويش المنصوري يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع ندى أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي وصل في المركز الرابع، بينما المركز الخامس التقدم هناك من خلال شواهين ناصر بن مبارك بن ناصر القصيلي المنصوري اللي وصل في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام على المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه هي الشاهينية حجي بن محمد بن حي الهاملي وصل وخذ المركز السادس. أيضا ناخذ المركز السابع زعفرانة ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يتقدم مع زعفرانة، ولكن هناك بن زيتون إنجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يأتي مع إنجاز في هذه اللحظات.
وهناك مشكوره احمد بن سالم بن عبد الله الوهيبي يتقدم، وهنا ايضا سمحه خليفه بضبيب سليمان الشامسي ياتي مع سمحه في هذا الشوط وفي هذا التحدي المثير. هكذا مشاهدينا الاعزاء ايضا تدخلت زعفرانه سعاده فري بن علي بن حمود الظاهري، اول نداء لزعفرانه، ومرحبا ايضا بالسلاله الهملوليه القادمه في هذه الانطلاقه المميزه والرائعه. هكذا ايها المتابعون جميعا في كل مكان متابعي قناه ياس الرياضيه، نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى الصداره، نعود الى المركز الاول، عنوان منصور بن احمد بو عوان المنصوري في المركز الاول في الصداره الاولى في المقدمه الاولى، بينما المركز الثاني هادي الوسميه احمد بن سعيد بن منانه يتقدم مع الوسميه على ثاني المراكز ويقدم لنا هذه الانطلاقه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. هناك ايضا يتقدم مع هذا الاسم الجميل، هنا ايضا تتقدم الوسميه على المركز الثاني، المركز الثاني هذه الوسميه اداها مميز ايضا وشعارها مميز ومالكها رائع بالفعل، بينما هناك الوصول من خلال تواجد الطياره سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، وهناك ايضا يتواجد في هذا الاداء المتميز هذه ندى احمد بن مخيت بن كراز السبوسي، وصل السبوسي وتقدم، ولكن هنا ايضا شواهين ناصر بن مبارك بن ناصر القصيلي المنصوري وصل في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ايضا تقدمت الشاهينيه حي بن محمد بن حي الهاملي وصل في هذه اللحظات، انجاز بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، التاريخ يتحدث، التاريخ يتكلم عن هذا الشخص وإنجازاته، عن هذا الشخص وبطولته التي قدمها في عالم سباقات الهجن، بينما هنا الوصول الآخر والدخول مشاهدين الأعزاء من خلال تواجد مشكورة أحمد بن سالم بن عبد الله الوهيبي وصل في هذه اللحظات يقدم لنا مشكورة في هذا الشوط، منافسة قوية مشكورة من خلال هذه الأسماء، واللي تدخل التنوير حمدان بن محمد بن حميد الدرعي وصل مع تنوير يقدم لنا تنوير في هذه اللحظات، زعفرانة لناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، وهنا سمحة خليفة بضبيب سليمان الشامسي، وصلت زعفرانة لأيضا سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة، في هذه التحديات، في هذه ايضا المنافسات القويه والعملاقه في هذا الصباح. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى الصداره الاولى، نعود الى المركز الاول، ما زالت عنوان على الصداره، عنوان على المركز الاول، عنوان في مقدمه هذا الشوط، ياتي منصور بن احمد بو عوانه المنصوري يقدم لنا عنوان في الصداره الاولى في الانطلاق الاول هنا من خلال هذا الاداء، بينما الوسميه في المركز الثاني لاحمد بن سعيد بن منانه يتقدم الكتبي يقدم لنا الوسميه في هذا الشوط الجميل. هناك مشاهدين الاعزاء يتواجد ايضا خميس بن فايل الزرعي متابعا للوسميه، ولكن الطياره وصلت في هذه اللحظات، وبن درويش بن درويش يتقدم مع الطياره سعيد بن حمد وسلطان بن درويش المنصوري، ولكن ندى لبت الندى في هذه اللحظات لاحمد بن مخيت بن كراز السبوسي، خذت المركز الرابع، انجاز خامسا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وسادسا الشاهينيه حي بن محمد بن حي الهاملي وصل في المركز السادس، المركز السادس. هناك مشاهدين الاعزاء ايضا دخول من شعار الوهيبي القادم من خلال تواجد هذا الاسم، القادم من خلال هذا التواجد الجميل الرائع هنا في منافسات هذا الصباح مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. احمد بن سالم بن عبد الله الوهيبي، وصلت زعفرانه لسعاده فري بن علي بن حمود الظاهري، يتقدم هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم، بينما شواهين ناصر بن مبارك بن ناصر القصيلي المنصوري، وهنا شعار الدرعي قادم مع تنوير حمدان بن محمد بن حميد الدرعي. هذه نتيجتنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام لهذه الاسماء القويه العملاقه الخطيره المنافسه في هذا الشوط الباحثه عن الفوز والانتصار، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة الأولى. ما شاء الله تبارك الله، الصدارة وين؟ المركز الأول وين؟
والمقدمة هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان. الصدارة الأولى والمركز الأول ما زالت عنوان هذا الدرس، هي عنوان في المركز الأول. ومقدمة هذا الشوط تأتي من خلال هذه المنافسة الرائعة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. يتقدم منصور بن أحمد بوعوانة المنصوري ويقدم لنا انطلاقة مميزة ورائعة وأيضا جميلة للغاية ما شاء الله. المركز الثاني ندى أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي، وصلت الوسمية. أحمد سعيد بن منانة يتقدم مع الوسمية على المركز الثالث. المركز الرابع هناك زعفرانة اللي أيضا سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري يتقدم الشعار الاقتصادي وبقيادة المحيط الهادي. هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلت الطيارة لسعيد بن حمد وسلطان بن درويش وإنجاز بن زيتون قادمة، خذت المركز السادس في هذه اللحظات. وتنوير الدرعي حمدان بن محمد وحميد الدرعي خذت المركز السابع والثامن. هني خذت مشكورة لأحمد بن سار بن عبد الله الوهيبي ثامن المراكز. تاسعا هناك الوصول من الشاهينية حي بن محمد بن حي الهاملي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء. نعود إلى الكيلومتر الأخير، نعود إلى كيلو الامتحان. أيضا الصراع القوي، التحدي المثير، الأداء المتميز الجميل. هذه عنوان منصور بن أحمد بو عوان المنصوري قادتهن أيضا من البداية وهي على الصدارة، هي على المركز الأول. عنوان منصور بن أحمد أبو عوان المنصوري ما شاء الله تبارك الله، أداء متميز وجميل، نوعيات فاخرة في هذا الشوط. عنوان هذا الشوط هي عنوان منصور بن أحمد أبو عوان المنصوري. يا سلام، تحركت ندى، انطلقت ندى على المركز الثاني. ندى يتقدم هناك أحمد بن بخيت بن كراز يقدم لنا ندى على ثاني المراكز. الوسمية في المركز الثالث لأحمد بن سعيد بن منانة، رابعا زعفرانة سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري، تنوير لحمدان بن محمد بن حميد الدرعي خامسا. نعود إلى مجريات الشوط ونعود مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام إلى مقدمة الشوط. بسم الله ما شاء الله، ندى عنوان وندى. بسم الله ما شاء الله، ندى بدأت تنطلق على المركز الأول. أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي يقدم لنا ندى في الصدارة في المركز الأول. عادت عنوان مرة أخرى، عنوان منصور بن أحمد بو عوانة المنصوري عاد مرة أخرى ليأخذ الصدارة ما شاء الله. هذه عنوان غيرت الصدارة وغيرت المركز الأول والمقدمة الأولى. المركز الثاني ندى أحمد وخيد بن كراز السبوسي. المركز الثالث وصلت فيه تنوير لحمدان بن محمد وحميد الدرعي. المركز الرابع الوسمية لأحمد وسعيد بن منان. المركز الخامس الطيارة لسعيد بن حمد وسلطان بن درويش المنصوري. تهانينا أيها المتابعون جميعا والناموس على هذا الفوز. ناخذ التوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، توقيتنا الزمني عنوان منصور بن أحمد بو عوان المنصوري هي عنواني هذا الشوط وعنواني 12 دقيقة 56 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس 12:56 و7 أجزاء من الثانية توقيتنا الزمني. المركز الثاني ندى أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي 12 دقيقة 57 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. المركز الثالث 13 دقيقة 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية اللي هي وصلت في المركز الثالث تنوير حمدان بن محمد بن حميد الدرعي. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم متابعينا الأعزاء، تحيتنا متجددة.